السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون، جينا عندنا زوج مواضيع. على كل حال، في انتظار مباراة اليوم نيجيريا ضد الجزائر على الساعة 8 بتوقيت الجزائر، ونتمنى كل خير للمنتخب الوطني الجزائري تاعنا، وان شاء الله يقنعنا اداء ونتيجه، حتى انه انا النتيجه تكفيني. على كل حال، برك على جال هذوك لي خلطوا، لو كان مشي لي خلطوا نخسر معليش، وكي نشوف التغييرات وكذا. بصح لي خلطوا هذوك يستناو بالماضي في الدوره، نتمنى تكون النتيجه. على كل حال، المواضيع تاعنا الاولانيين يا خوتي هما الموضوع تاع بالليلي اللي نبداو به، وندير لكم تعريضه ماتم تاع بالليلي. كان ارمسي توضح بعض الامور في القضيه تاع بالليلي مع بريس، تعطي نقاط، وكان واحد النقطه مهمه جدا. على كل حال، وندخلوا فريضة ماتم يقصف الصحافة داخل البلاطو عندهم في عقر ديارهم، عطى لهم واحد الدرس يعني لازم تسمعوه يا خوتي. بو، نبداوها اولا بيوسف بالليلي. يوسف بالليلي درت لكم الفيديو اللي فات وقلت لكم فوت ميركاتو، وانا فوت ميركاتو ما نتيقش بها، لان فوت ميركاتو عطى التفاصيل وقال لك باللي اتفقوا واسلام سليماني مع النادي، والنادي خلاص قبل باش اسلام سليماني يروح و صح. قلت لكم في احتماليه صح، واش راهم يهضروا هاوليك الاحتمالي، واش راه واش به بالليلي، وين راهو رايح، اذا راهو رايح كذا، اذا راهو رايح للخارج، فنهايته ما بدايه نهايته مع المنتخب الوطني الجزائري. ندخلوا في التفاصيل تاع ارمسي، تكذب بالخبر او تكذب نصف الخبر، ماشي الخبر، لان اتصلوا مع كيما نقولوا المسؤولين تاع براست، قالوا لي في التعليقات في الفيديو هذا، قالوا لي روح شوف ارمسي راهي نفات الخبر. بوم، ما نفاتش الخبر، نفات جزء من الخبر باش ندخلوا في الموضوع. على كل حال، باش تفهموني واش راني نقصد، راكم تشوفوا ارمسي لهنايا تقول لك ميركاتو مباشر بايرن ميونخ، طاطا ما يهمنيش وين راني بايرن ميونخ انا، يقول لك على بالليلي، بالليلي لم يفسخ عقده مع بريست لكن الطلاق يبدو وشيكا. هنا باش ندخلوا في التفاصيل، لان خرج الدعايات قال لك باللي اتفقوا مع النادي، بالليلي اتفقوا مع النادي وخلاص وخلاص، هادو اتصلوا بالنادي. واش يقول لك؟ في حين اعلنت العديد من وسائل الاعلام الجزائريه، وسائل الاعلام الجزائريه الليله الماضيه ان يوسف بالليلي انهى عقده مع باريس، وهذه هي ارمسي كذبت هذا الخبر، مازال ما انهاش. وانا في الفيديو قلت لكم راهو ناوي، ولا راهم يقولوا راهو ناوي، ما قالوش باللي الصحافه الفرنسيه، ما قالوش باللي كيما نقولوا خلاص الغي، لان كاين بعض مواقع التواصل الاجتماعي قال لك يعني، وفي في في الاخبار اللي عطيتها لكم قبل هدايا انا ما ناخذش من الجزائر، على هذيك اللي ما نحبش ناخذ من الجزائر، قال لك باللي ما كان حتى وراق تسنيات هكذا. قال لك في حين اعلن العديد من وسائل الاعلام طططا بالليلي انها عقده مع بريس، فان نادي النادي تاع اسمه تاع فينيسيتير هذايا الذي اتصل به ارمسي، يعني ارمسي اتصلوا به سبورت، يتفاعل ويقدم روايته للحقائق. قال لهم لم يوقع ستاد بريست اي وثيقه ان انهاء مع لاعبه، يعني خرطي ما كانش منها، ما درنا والو. قال لك اللاعب متعاقد معه حتى يونيو 2023 بالليلي، متعاقد معه حتى 2000، مشيرا الى ان بالليلي متعاقد معهم حتى 2023، ولم يتلقى حتى اي طلب رسمي بهذا المعنى من اللاعب او من من ينوب عنه، يعني راهو يقول لك ما بالليلي ما قالناش، وحتى المانجر تاعو او اللي ينوب عنه ما قالش للنادي كيما الصحافه الجزائريه اللي تخرط والدير بالك عنده نيه، بصح ماشي كيما طلقوها الصحافه تاعنا. قال لك كما يقول نادي بريست، وينتظر ايضا بالليلي غدا الاربعاء في بريست. خاوتي، كان اللي قالوا لي تسمى كيفاش راهو رايح، اذا كان هو حايب يروح من بريست حتى ويكون كاين اتفاق، ما دام ما تسنياوش الورق لازم يتدرب ولازم يلعب لي ماتش، ما عندهاش دخل تسمى هذه تاع راهو رايح يتدرب تسمى ما راحش يروح. وش يقول لك؟ طططا يوم الاربعاء بريس في مركز التدريب لدى عودته من الاختيار، تستقبل الجزائر نيجيريا في مباراه وديه، هذا ما يهمنيش مع زميله طططا. قال لك ينوي نادي بريس منطقيا تأكيد حقوقه، لكن الطلاق بين الطرفين يبدو أقرب وأقرب، يعني واسمهم ارمسي راهي تقول لك بين بريس وبالليلي الطلاق راهو أقرب وأقرب. من قبل مشى زكريا هنا ثم ايقافه بسبب تراكم البطاقه الصفراء، في يبداو يحكوا على اسمه، ومن بعد تحت هذه يقول لك هاوليك صحفي جزائري اللي قال وذكر الاخبار وكذا وكذا وكذا. بوم، خوتي رانا فسرنا، يعني تعراه فسخ العقده تاعو ما كانش منها، تعراه هضر مع النادي ما كانش منها، تاع
راح يروح راه يقول لك اقرب فاقرب، يعني راهو قريب راح يفروها بيناتهم نورمالمون. نجو للوسمو رضا ماتام عجبني في الهضره تاعو، هذه لازم ما نراطيهاش هذه. اسمعوا كيفاش يقصف الصحافه في عقر ديارهم. انتخب بانه كان مبهرا ومقنعا على مدار سنوات فارطه قبل كاس امم افريقيا ثم المونديال. لا حقيقة، ولكن الكرة الحديثة حكيم هي أرقام، شفنا الإحصائيات وراح نشوفوها بعد قليل، يعني كانت لصالح المنتخب الوطني. قال له كرة القدم إحصائيات، والإحصائيات كي تشوف الإحصائيات تشوفها باللي كانت لصالح المنتخب الوطني الجزائري، سواء تجبدها من اللي جاب الماضي أو المباريات الأربعة الأخيرة أربع انتصارات. وكي تحسبها على كاع واش دار بالماضي البيلون تاعو 44 مباراة ربح 30 مباراة دار تعادل في 10 مباراة وخسر 4 مباراة كلها لصالح المنتخب. زيد اسمع القصف. وهذا هو الشيء يعني اللي تغير في 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 في, في الكلام على الكرة. الكرة تغيرت حكيم. الآن كنا في الثمانينات في التسعينات نتكلموا على لاعب اللي يكون عنده الكرة، الآن نتكلموا عن لاعب بدون كرة. عطى لهم واحد الدرس يا خاوتي. كرة القدم تطورت، قال له إذا زمان كنا نحكوا على اللاعب اللي تكون عنده الكرة، في الوقت الحالي رانا نحكوا على اللاعب اللي ما تكونش عنده الكرة، اللاعب اللي ما تكونش عنده الكرة اللي يعطيك مساحات بدون كرة هو يقدر يكون راجل المباراة، وشفنا عدة مرات لاعبين ما سجلوش أهداف وما مدوش تمريرة حاسمة وهما داوها راجل المباراة. لماذا؟ لأن بالتموقع تاعو والحركات تاعو داخل الميدان كيفاش يجذب لك اللاعبين، يعني بدون كرة، يعني اللاعب دار مقابلة رائعة بدون كرة والمردود تاعو هذاك اللي خلى النادي يفوز بالنتيجة. هاي لكرة القدم الحديثة. أسمع واش يقول لهم. كيفية التمركز فوق الميدان، كيفية يعني اللعب، أنا نظن باللي حان الأوان لتكوين كل يعني الرياضيين، خاصة الصحافة الرياضية. بوم، هذه تاع بوم بوم تكوين. احنا نشوفوا الصحافه تاعنا، علاش حبيت الرد الكلام هذا اللي حبيت نزيده، احنا نشوفوا الصحافه تاعنا ولازمنا تكوين، لازمنا تكوين ولاعبين ما كانش ولازمنا تكوين والبطوله المنحرفه، بصح هما نفسهم هما لازم لهم تانيك تكوين وهما صحافه المنحرفه. راني درت في الانستغرام اللي ما شافش تاع نيمار كيفاش قال لك باللي جزائري، تاع دروغبا كيفاش قال لك جزائري، تاع الصحافه اللي تجي باش تحلل لك على مباراه كيفاش تلعبت المباراة، حتى ونهزمنا حتى وننهزمو نسحق انا ماذا بيا نشوف محلل يقنعني او يحكي لي بالون وصرف المباراة قال باللي الجهة هذيك لان عندهم هذاك الظهير وهكذا وهاي كيفاش كانت الخطة والخطة تاع ثلاثة ثلاثة تنير كيما نقولوا وسط الميدان ما مشاش لهذا السبب التمركز تاع اللاعب الفوق. احكي لي احكي لي بالون نريح نسمع ونسترشق معاك نتعلم يا خويا نتعلم، بصح باش تجي نتايا مباراة تخلص طيب بالماضي 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 جاي تحكي لي مباراة تحليل مباراة ولا جاي تحكي لي على بالماضي؟ صحافة تاعنا لازم تروح دير تكوين، حان الوقت كما قال لهم رضا ماتم، هذه شيء طبيعي جدا. زيد اسمع. المعطيات تغيرت. لماذا تبحث عن ما مهمة هؤلاء من يشاهد او اللاعب السابق ليكون الصحفيين؟ فيما تكون الصحفيين؟ فيما تريد ان تكون؟ يتكلم مع الصحافة الرياضية. قال له لي وجعوا هذاك الطقم اللي وجعوا لان صحافي اللي وجعوا راسه يهضر على الصحافة الجزائرية، سي نورمال شوفوا واش راكم دايرين ابن عمي، ما تعرفوش مين تحلوا مباريات. بون ما رانيش عليك انت اللي طقت ولكن كاين الاغلبية، وما رانيش على الجميع ولكن كاين الاغلبية. كي تشوف مؤتمر صحفي تحب تتقيا ساعة ونص يا ابن عمي بالاسئلة التافهة. انا نظن هي تقنية يعني الاسئلة عندما يدعود مؤتمر صحفي لازم تكون تقنية الاسئلة، وتقنية الاسئلة هذه لازمك تكون يعني متدرب على كيفية اللعب تاع الفريق، تتكلم على الخطة تاع الفريق، تتكلم على التمركز تاع اللاعبين، تتكلم على المدرب، تعرف كيفاش تطرح له الأسئلة في إطار كرة القدم وليس خارج كرة القدم. شفنا يعني الندوات الصحفية كلها اللي فاتت حكيم، هناك يعني جمال بالماضي
مع التكوين تاعو حابك تكون صحافة تتكلم له على كرة القدم وفقط. شفنا صحفيين يسألوه على الأب تاعو، شفنا صحفي على الابن تاعو، شفنا صحفيين يسألوه على اللاعبين اللي راحوا الكيان الصهيوني. وهذا ما دور جمال بن ماضي ولا ما دور هذا وما دور هذه الأسئلة في المباراتين الوديتين؟ أسئلة خارج نطاق التغطية، ما عندهاش كاع علاقة لا بالمدرب، ما عندهاش كاع علاقة لا بالمباراتين اللي راحنا نلعبوهم، ما عندهاش كاع علاقة. وليدك إذا يلعب الآخر يسألوا على الكيان الصهيوني. الناخب الوطني لازم نكونوا متقنين. في صحفيين أيضا تحدثوا على المنتخب، شفنا مباراة دوك نرد عليها. لم يكن فيها إقناع حسب نظرة ذاك الإعلامي. نظرة هذاك تاك الإعلامي هضر له أولا على ديلور، بعد عاود قلب بالله الهضرة تاعو على بالي على بن صحفي اللي راك تقصد. قال له عندي ديلور اللي كان أوت، كان خارج نطاق التغطية. قال له واش معناتها خارج نطاق التغطية؟ يعني الكلمة اللي قلتها. قال له كان خارج نطاق التغطية قبل بالماضي كمدرب يدافع على اللاعب تاعو. كي يجي يهضر على ديلور تقول له علاش هضر عليه كذا، وكي يدافع على ديلور ومن بعد بالاخر قال له نو تما ما رانيش نقصد لك ديلور، راني نقصد لك المباراه. بالماضي قال له انت يا شفت المباراه وكاين امور انا اللي شتها استفدت منها، كاين امور اللي انت ما تعرفهاش. نورمال انت ان تجيب او لا تجيب. انا اتحدث بشكل عام، شفنا مثلا مدربين عالميين لما يتصل يكون فيهم الهاتف في الندوه الصحفيه ويرن امام ناخب وطني او امام مدرب، مدربين او ما اكثرهم شفناهم يحمل الهاتف ويبتسم ويتصل هو يقول لك يرد. لا اهم شيء حكيم، لماذا تذهب الى الشق السلبي وان كان هذا ليس نقاشي بشكل كبير، انا اتحدث عن طريقه اللاعب. ابسط شيء حكيم، ابسط شيء هو انك الهاتف تاعك يكون مقفول في ندوه صحفيه. هذا احترام عالميا، هذا عالميا. لكن انا اعطيك امثله عالميه لمدربين عالميين حدث لهم هذا الشيء وردوا بشكل عادي. يعني هذا المدرب هذه جزئيه يقدر يكون مدرب عالمي ولكن غير منضبط. ممكن يكون مدرب عالمي ولكن غير منضبط. انت حبيت ترجعها للمدرب، انت راك تقصد جمال بلماضي كي يقول لهم طفوا التليفون. انا ما شفتش في مؤتمرات محترمه ديشون ولا تاع كاس العالم ولا تاع نادي نعطيك فرق بين النادي والمنتخب. اولا ماشي كيف المؤتمرات الصحفيه، ماشي كيف. ثانيا انه كاين مدربين اللي راهو مع بك مدرب راهو خارج من الماتش راهو ناسي التليفون تاعو، يصوني التليفون تاعو ومن بعد يبدا يضحك، كاين اللي يتاسف، كاين اللي تمتم يقول لهم نرد باش يضحكهم. بصح ما شفتش انا صحفي التليفون تاعو يرن. هذه اولا. ثانيا اذا كان هذاك الانسان ماشي مربي، هل لازم من عنده؟ هذا مثال تعطيه لي نو ما نمشيش، ما تعطيليش انا امثله، اعطي لي امثله تاع منظمه، يعني يكون مؤتمر صحفي منظم تفتخر به باش نجي. ماشي تعطيني مؤتمر صحفي اللي بار اكزومبل ما فيهش تنظيم تقول لي هاوليك مثال حنا ثانيك لازم نسيروا كيما هما. نو اسمح لي خاوتي ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.